السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب عنابة، حيث فيه زيارة للوفد الكاف إلى هذا الملعب، ونتكلم عن التهيئة الخارجية والأشغال الخارجية بعد ما تكلمنا عن الأشغال الداخلية في الأسبوع الماضي. يعني الآن نشوف الأشغال الخارجية اللي راهي يعني تقدمت شوية بارابور الفيديو اللي فات، وإن شاء الله تكتمل في وقتها. ونخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.